طاهر محمد طاهر النجم، نجم المقاولين العرب اللي هيكون خلاص الموسم اللي جاي بإذن الله ضمن صفوف النادي الأهلي، كان حديث الصباح والمساء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحديدا، وده بعد الهدف اللي سجله الحقيقة، هدف من طراز عالمي جه على طريقة الكبار زي ما بيقولوا، سجله مع المقاولين العرب امبارح في وادي دجلة، فأول مباراة لطاهر بعد ما تعافى من الإصابة وشارك في المباريات الرسمية من كذا شهر. كمان يعني ده يمكن يعتبر الهدف الأول ليه، يعني تقريبا احنا بنتكلم من سنة النهاردة كان مصاب وما كانش بيشارك كمان، وتوقف الدوري 5 شهور بسبب كورونا، كلها يمكن كانت عوامل كانت ممكن تأثر عليه، كانت ممكن تأثر على عدم تسجيل طاهر لأي من الأهداف وأثرت فعلا. لكن النهاردة في تهنئة وفي إشادة من المغردين على تويتر لعودته مرة تانية لهز الشباك مرة تانية مرة أخرى. وطبعا زي ما احنا عارفين انه طاهر كان في بداية المباراة على مقاعد البدلاء، بعد كده شارك في الدقيقة 25 من المباراة كبديل أمام وادي دجلة اللي انتهت بالتعادل 1-1، سجل هدف الذئاب في الدقيقة 44 من تسديدة رابعة رائعة، وقبل هدفه في مرمى دجلة كان آخر أهداف طاهر في يمكن التعادل 2-2 مع سموحة في الجولة الثانية من الموسم الحالي في الدوري، ده كان يوم 28 سبتمبر السنة اللي فاتت. والمباراة اللي يمكن السابعة لطاهر النهاردة مع المقاولين الموسم ده هي الأولى بعد ما استؤنف النشاط مرة أخرى في أغسطس اللي فات، زي ما قلنا النشاط الكروي وجميع النشاطات توقفت قرابة ال5 شهور بسبب كورونا. صحيح. أنت كنت مدرب عام مع إيجيري وكنت دايما تضم وطاهر للمنتخب، طبعا خلينا وانت مؤمن بيه يعني انا شايف انه لعيب مميز جدا، لكن خلينا برضو عايز اقول كلمتين يعني بهدوء شويه. دلوقتي صفحات التواصل الاجتماعي يمكن زي ما انت قلت سهام، على خاصه تويتر كان في احتفاليه كبيره جدا جدا بهدف طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر ان شاء الله هيكون موجود في الاهلي السيزون اللي جاي. خلينا اتكلم بمنظور المدير الفني شويه او المدرب، عايز جماهير النادي الاهلي زي ما متعودين عليها تكون سبورت لطاهر محمد طاهر، مش عايزين نستعجل على الولد، مش عايزين نقول ان احنا خلاص ان طاهر محمد طاهر ده هيجي يكسر الدنيا في اول 5-6 ماتشات، كلنا نتمنى كده، لكن خلينا هادين شويه، الولد لسه صغير، الولد محتاج خبرات، اللعب للنادي الاهلي مختلف عن اللعب لاي نادي تاني، مع احترامي لجميع الانديه، فنله النادي الاهلي بتبقى ساعات تقيله شويه، شخصيه اللاعب انا عارف طاهر شخصيته كويسه، ولد متعلم متزن كويس قوي، لكن مش عايزين نحط عليه اللود، بمعنى مش عايزين نحط ضغوط زياده على الولد، يبقى احنا منتظرين طاهر محمد طاهر ده هيجي يكسر الدنيا في النادي الاهلي لا، ممكن وارد جدا ان في بداياته ممكن تكون لسه ما دخلش، لسه مش هقول الانسجام، لكن زي ما قلت لك اللعب في النادي الاهلي مختلف. القصه دي حصلت يا سهام مع حسين الشحات، حسين الشحات عشان كان في البدايات مش في البدايات حتى في انتقاله للموسم ده، انتقاله من الامارات وكل الناس كانت مستنيه حسين الشحات هيكسر الدنيا، الضغط ده وانا اتكلمت مع حسين الضغط ده اثر عليه شويه، عايز يطلع كل اللي عنده مره واحده، عايز يقول للجماهير انا فعلا على قد المسؤوليه، ده ساعات بيجي بالسلب، فمش عايزين نكرر الكلام ده مع محمد طاهر، مع طاهر لان هو لعيب مميز، نديله وقته نديله المساحه، مش عايزين تاني زي ما بقول ان احنا الولد لسه صغير عنده 20 سنه 22 سنه بالكتير، فعايزين نديله مساحته، عايزين نديله وقته عشان يحط رجليه بشكل كويس، يخش في الفرقه بشكل كويس، يقدم ونصبر عليه، لو الاداء شويه فيه مش مناسب نصبر عليه شويه، لان ده اعتقد هيكون مكسب كبير اولا للنادي الاهلي وكمان لمنتخبنا الاولمبي والمنتخب مصر. وهو لعيب عنده مميزات الحقيقه ومميزاته الفنيه كتيره جدا، وانت كمان يمكن انا قلت كذا مره ان انت جبت سيرته كذا مره وانت صحيح. مؤمن بيه حتى على المستوى الشخصي، يعني هو لعيب بيتكلم كذا لغه وده اكيد هيفيده، لعيب على المستوى الفني اداؤه مميز جدا ولافت للانظار، فاحنا برضو بس برضو متوقعين منه ان هو لا يعني من اول يوم له ان شاء يعني الله كلنا نتمنى طبعا لازم كلنا نتمنى، بس انا بتكلم في نقطه ان هو الجماهير ما تضغطش، وانا انا عارف جماهير النادي الاهلي يعني بتحب اللعيب وتحب انه يظهر بشكل كويس، لكن خلينا نتكلم نتعامل بهدوء شويه، ندي ان شاء الله يكون مش يعني اديله وقته، يعني لو ما ظهرش يعني ما يكونش الضغط ان من دلوقتي نبدا نقول النجم القادم للنادي الاهلي، هو نجم كل حاجه، لكن احنا دايما بنكبر الامور شويه، حتى انا بتكلم
الولد محتاج وقت شويه ان شاء الله يخش منظومه النادي الاهلي باذن الله. نفسنا كلنا يكسر الدنيا اول ما يخش، لكن ما يكونش في ضغوط عليه. الولد يلعب ان شاء الله بدون ضغوط، يلعب ويستحمل فنيله النادي الاهلي مع المجموعه الموجوده، ينسجم بشكل كويس، وان شاء الله يكون زي ما اتكلمنا ان شاء الله نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر باذن الله.